أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء أشرك فلا يحبطن
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس وسيق الذين كفروا
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا
وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم حميد الله غافر الذنب
حنان محمد محمد عليك الله يقويك يا حاج الله يكرمك مين يا ابو جمال اه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. أيوة جدد يا محمد جدد يا محمد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم يأخذوه وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب أنا قادر وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا كل شيء رحمة وعلما الله أكبر الله أكبر محمد الله 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 أكبر الله عليك الله يبارك فيك يا أبو محمد ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك اغفر للذين تابوا
رب يا رب يا رب. الذين كفروا ينادون
الإيمان فتكفرون. مخلصين للمدين ونكرم
الله 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 رائع تفسير الله يفتح عليك الله يبينك يا شيخ الله يبارك فيك لينذر يوم التناف يوم هم بارزون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا يخفى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى إن الله سريع الحساب. الله 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 وأنذرهم يوم الآزفة الله يكرمك يا ابن والذين يدعون من دونه لا يقولون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم ما تقبل عم الشخص.